سلة، ما أنا عم قول في حسيت في شي غلط. It's a great to score 200 goals for this club. Of course, I'm very proud. It was a very proud moment, and yeah, I'm still enjoying it. So yeah, hopefully many more to come. أفضل حارس مرمى لهذه السنة هو ياسين. مبروك. رشال عياش كمان عم تضيع. أوه ما بعرف هون شو صار. بتصور هلا بنرجع بنشوفها، مخرج عدنا إياها بشوي. عم بتسجلنا سلة، ما أنا عم أقول في حسيت في شي غلط.